حلقة إمليل. عكس كل التوقعات، في الوقت لمعظم المتتبعين لفاجعة مقتل السائحتين الأوروبيتين بنفور السياح على المنطقة، فقد شهدت حضورا مميزا خلال مناسبة رأس السنة الميلادية. He venido con cuatro compañeros de Barcelona y estaremos el día 31 pasando el fin de año arriba en el refugio de los muflons en Tupcal. Y nada, nos gusta mucho la montaña. Hemos hecho un poco un tour por las ciudades imperiales aquí en Marruecos. It's a good way to end a year, 2018. It's a good way to go in the mountains and prepare for the new year. So people are very nice here. It's been a good trip. We had a nice experience here in Imlil and we felt very safe. We are family together here, so we were trekking in Imlil. We are from Denmark, and we've just been here in Imlil in the mountains hiking for 3 days, and it's been really nice, and everybody's been so friendly. It was a great trip. How did I prepare? I prepare with packing right clothes and getting a lot of rest. Stay tuned. مساندة ودعم كبيرين لمغاربة من مختلف مدن المملكة. حج لدعم ومؤازرة الساكنة بعد فاجعة مذبح السائحتين على يد المتطرفين. الناس راه محتاجين لهاد الحركة ديالنا حنا وهادشي، دوك ما نتخلاوش عليهم. فيما كنا كنجيو هنا هاد الناس الله يعمرها دار، يعني بخي اون شارج كيعاونونا هادي، يعني فاش ما بغينا. دوك في هاد الوقت هما محتاجين لينا نجيو لعندهم. هذيك الحادثة كانت حادثة منفردة زعما، خارجة عن العادة. ماشي شي حاجه اللي زعما ديال المنطقه، خارجه عن العاده وغتكون حاجه وحده اللي دازت صافي. الناس كنشوف بان الناس جايين عاديين، وحنا اصلا قررنا نجيو لإمليل بحال الاعوام الاخرى عادي، يعني ما فكرناش ان راه وقع ولا ما وقع، عادي بحال الاعوام الاخرى. إمليل منطقه معروفه بالامن والامان، الحمد لله ما كاين حتى شي انيلاسيون، ما كاينش التداعيات ديال داكشي اللي وقع، وداكشي ما كيمثلناش حنايا. المهم المغرب راه زوين، لاي واحد بيجي مرحبا به، وهابي نيو يير للمغاربه والعالم كامله. في احتفال براس السنه الجديده اظهرت إمليل ان الفاجعه لم تكن سوى حدثا عابرا. Nous sommes une groupe de catalan et nous sommes ici à Imlil et nous allons aller Tupcal pour passer les prochaines années. Bonne année! Bonne année!